مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من داخل معهد الإسكندرية العالي للإعلام والجزء الثاني من حصاد عام 2022، وإليكم أبرز العناوين. صدور العدد الجديد من جريدة إسكندرية اليوم بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام. الاتجاهات الجديدة في سوق العمل، ندوة داخل الإسكندرية العالي للإعلام. أساسيات التصوير الصحفي، ورشة عمل لطلاب قسم الصحافة بالإسكندرية العالي للإعلام. ندوة عن الأزمات والوعي المجتمعي داخل أروقة معهد الإسكندرية العالي للإعلام. انطلاق حملة رحماء بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام. حضور طلاب الإسكندرية العالي للإعلام وفعاليات برنامج تلفزيوني. اختتام فعاليات مادة أنشطة ترويجية. تكريم السيد محمد العبيسي نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإسكندرية العالي للإعلام. وإليكم التفاصيل. أصدر معهد الإسكندرية العالي للإعلام العدد 12 من جريدة الإسكندرية اليوم. اقرأ في هذا العدد: أما الجديد بقلم الدكتور محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة، الأمانة بقلم أستاذ محمد العبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة، فيما كتبت الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد عن البداية، استعرض الدكتور محمد معوض رئيس تحرير الجريدة مقالا عن العام الجديد، بالإضافة إلى العديد من مقالات السادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. وعليه تأتي هذه الجريدة كنشاطا طلابيا تحت إشراف مجلس إدارة المعهد والأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد. وجدير بالذكر أنها قد جاءت انطلاقا من حرص مجلس إدارة الإسكندرية العالي للإعلام على تدريب الطلاب واقعيا على كتابة الموضوعات الصحفية تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد. تم تنظيم فعاليات وندوة بعنوان الاتجاهات الجديدة في سوق العمل. قد حاضر هذه الندوة الدكتور محمد صارت مدير تحرير مؤسسة اليوم السابع بالإسكندرية، وقد تم تنظيم هذه الندوة من أجل تعريف الطلاب بأفضل الممارسات الإعلامية لمواجهة سوق العمل. وجدير بالذكر قد جاءت هذه الندوة بإشراف من إدارة رعاية الطلاب بالإسكندرية العالي للإعلام وبالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب والنشاط الثقافي بوزارة التعليم العالي. انطلاقا من حرص معهد الإسكندرية العالي للإعلام على تطوير مهارات أبنائه الطلاب بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، نظم قسم الصحافة بالمعهد ورشة عمل بعنوان أساسيات التصوير الصحفي، حضرها الأستاذ الدكتور محمد عثمان أستاذ ورئيس قسم الصحافة ووكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب. استهدفت تلك الورشة أسس وإمكانيات التصوير الصحفي الجيد وأحدث مهارات التصوير لإتمام عمل صحفي متكامل. استضاف المعهد يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر لعام 2022 بقاعة المؤتمرات ندوة بعنوان الأزمات والوعي المجتمعي، والتي حاضرها الدكتور محمد غراب خبير العلاقات العامة، وكان ذلك بحضور السيدة عميدة المعهد والسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب المعهد من جميع المستويات. ولقت الندوة استحسان جميع الطلاب، وقد تبين ذلك من خلال تفاعلهم داخل الندوة وإشادتهم بأهمية الموضوع. بتشرف بالمعهد أنتم منتمين إليه، وأنا أصبحت منتمي إليه معاكم. أنا محمد غراب، باحث دكتوراه في علوم سياسية وحاصل على ماجستير في إدارة الأزمات من الجامعة الأمريكية وماجستير في العلوم السياسية. أنت بقى حضرتك عن المعهد وعن الطلبة المشاركين بالدورة. المعهد من المعاهد المرموقة، من المعاهد بتستوعب الدارسين والطلبة، بتوفر لهم إمكانيات جميلة، إمكانيات مش موجودة في أماكن تانية، والطلبة بالتالي لما لقوا الإمكانيات ولقوا الإدارة بتاعت المعهد كده فلقوا عندهم مشاركة، عندهم فعالية، لا في مشاركة جميلة من الطلبة. تحب تنصح الطلاب المعهد عشان يصوروا من نفسهم ويطوروا من مهاراتهم؟ دائما وأبدا التعليم المستمر. كل الناس دلوقتي بتتكلم وكل العالم بيتكلم على التعليم المستمر. يعني التعليم ما بينتهيش بسنوات دراسة أو ما بينتهيش بفترة دراسية، على طول الإنسان في تعليم، على طول الإنسان بيطور في نفسه في تدريب. فلازم التدريب يستمر، لازم التعليم يستمر عشان يفضل في جديد، مطلع على كل ما هو جديد في الإعلام أو في التخصص بتاعه.
وفي نهاية اللقاء نحب نشكر حضرتك على هذا اللقاء. أشكرك وأشكر المعهد، إدارة المعهد ومتمثلة في الدكتورة غادة، ورئاسة المعهد متمثل في الدكتور محمد، وأشكر كل الطلبة اللي كانوا مشاركين في التدريب، بشكر القائمين على التصوير وبشكرك. تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد معهد الأسكندرية العالي للإعلام، نظم المعهد ندوة ثقافية يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر تحت عنوان رحماء. تأتي الندوة ضمن فعاليات مشروع تخرج رحماء بقسم العلاقات العامة والإعلان، والتي تضمنت فقرات عن كيفية معاملة الشباب لكبار السن داخل المجتمع. وقد جاءت الندوة بحضور دكتورة مجدة حسن عبد الهادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ أبو المعارف أحمد إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والأستاذ إيمان رضا مدير إدارة الأسرة والطفولة بالأسكندرية، والأستاذ شيماء أحمد كريم أخصائي علم النفس. اختتم يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر فعاليات مادة الأنشطة الترويجية تحت إشراف الدكتور أسامة عبد الرحمن مدرس العلاقات العامة بالمعهد، وكان ذلك بحضور الأستاذ الدكتور غادة اليماني عميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. قد أشارت العميدة بمجهودات الطلاب في عرض وتقديم المنتجات والترويج لها من خلال جولتها داخل المعرض التسويقي في المعهد كنوع من أنواع الترويج، متمنية لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح. انطلاقا من حرص معهد الأسكندرية العالي للإعلام على تعزيز وتنمية مهارات أبنائه الطلاب العلمية، أطلق المعهد زيارة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لحضور فعاليات تصوير البرنامج التلفزيوني معكم منى الشاذلي. كان غرض هذه الزيارة هو معايشة الطلاب لواقع تصوير البرنامج التلفزيوني وكيفية إدارة تلك المنظومة واقعيا. كما هدفت هذه الزيارة إلى تنمية الوعي العلمي والعملي لدى الطلاب لدراسة الواقع المهني في مجال الإعلام. قامت جمعية اتجاه للتأهيل والدمج المجتمعي بتكريم الأستاذ محمد العبيسي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة الأسكندرية العالي للإعلام، وكان ذلك التكريم في احتفالية ملتقى النجاح في الحياة والتي أقيمت بنادي المعلمين بالأسكندرية، وعليه جاء هذا التكريم نظرا للدور الفعال الذي يقيم به سيادته للتوعية بمبادرة قادرون باختلاف لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. وقد أعرب الأستاذ محمد العبيسي عن سعادته بوجوده بين أبنائه وبناته من ذوي الهمم. وإلى هنا قد وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية اليوم من داخل الأسكندرية العالي للإعلام، قدمها لكم إسراء خالد والزميلة منة الله بسطويسي والزميلة منة الله طارق. دمتم على خير.